بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حنبدأ المحاضرة إن شاء الله عن حاجة اسمها nutrition for child bearing، أو اللي هي nutrition during pregnancy و during اللي هي lactation. قبل ما نشي في حاجة معينة ما نتكلم عليها، يعني بدنا نشوف ال weight gain during pregnancy. It is an important determinant for fetal growth. أهم حاجة نيجي نشوف الست قديش اللي هي بتزيد أثناء الحمل. عشان كده إيش بيلزمني أنا يا صبايا؟ أهم حاجة بتلزمني في كل الموضوع هادي أعمل حاجة معينة قبل. إذا بتتذكروا لما حكيت لكم لازم تعملوا حاجة اسمها داتابيز، يعني أهم إشي بدك تاخذ الوزن عند ما أجت اللي هي تعمل بوكينج للزيارة الأولى. خلاص عرفناها 50-60 كيلو بدي أقيس عليه طول الحمل. Insufficient weight gain during pregnancy has been associated with low birth weight. حقيقة هنعرف قديش مفروض ان الست تزيد اثناء الحمل، لكن لقينا انه نسبة الزيادة اقل من المطلوب، ما زادش وزنها كتير. وزنها المفروض يزيد مثلا 10 كيلو او 12 كيلو كل الحمل، ما زادش في النص الاولاني مفروض تزيد كذا، ما زادش. ايش غالبا هذا بيؤدي؟ انه يصير عندي حاجة اسمها low birth ويت، اللي هي البيبي بيصير عنده لو بيرث ويت اقل من وزنه اللي هو وزنه. اتفقنا قديش وزن البيبي يا صبايا؟ من وزن البيبي النورمال من 2 كيلو 500 الى حوالي 4 كيلو، اقل من 2 كيلو ونص بنسميه ويت ليس ذان نورمال. اكسسيف ويت جين از بروبلم. فعلا في واحده بتقول لك انا والله ناس مفروض احنا اتفقنا لقيت النورمال المفروض تزيد حوالي 12 كيلو، افرض انه زادت فوق ال 25 كيلو، هذا مش نورمال. هذا ممكن يعمل انه في عندنا بروبلم، يا اما الست هي نفسها عندها بروبلم، يا اما البيبي كمان ممكن يكون عنده بروبلم. يبقى الاكسسيف ويت جين از اسوشيتد ويذ جستيشنال هايبرتنشن. حتكتبوا ان شاء الله مع مساق الماتيرنتي الجستيشنال هايبرتنشن اللي هو ضغط الحمل، يعني واحده ما عندها ضغط وزاد في الحمل، يا عندها بريكلامسيا، هذا يعتبر برضو مو نوع من اللي هي هايبرتنشن ديورينج بريجنانسي. وبديش اخش كتير في الموضوعين، لكن ايش الفرق ما بين الاثنين؟ الجستيشنال هايبرتنشن فقط هايبرتنشن بعد العشرين ويكس، البريكلامسيا اللي هي هايبرتنشن او إليفيشن اوف بلد بريشر مور ذان 140 اوفر 90 زائد بروتين يوريا، هتاخدوها مع الدكتورة. هذا كله بعد العشرين ويكس. يبقى ايش الفرق ما بين التنتين؟ الجستيشنال ما في بروتين يوريا، البريكلامسيا في بروتين يوريا. جستيشنال برولونج ليبر، يعني واحدة طولت صارت 42 اسبوع، طبعا خدي اخر شيء بيصير البيبي يزيد وزنه وكسون العظام وكسون العظام لحمة، طبعا بيزيد وزن البيبي وبيزيد وزن الام، فبيؤدي هذا انه سيزيريان بيرث، لانه البيبي بيكبر بيصير عندي بيبي كبير، بيصير عندي ماكروسوميا. ماكرو يعني كبير، يعني وزنه 4 كيلو وزياده. ستيل بيرث، ايش ستيل بيرث؟ اللي هي البيبي لوست اوف ذا بيبي ديورينج الدليفري، واحنا بنولد في البيبي مات البيبي منه. في ناس بيقولوا انه الستيل بيرث ممكن يكون انترايوتراين جروث ديث، انترايوتراين فيتال ديث. في ناس بيقول لك الستيل بيرث، بس احنا بنقول لكم بالتجربه انه ستيل بيرث انه هو بتولد فيه ممكن يكون فريش، يعني مات خلال 24 ساعه، وممكن يكون وهي بتولد فيه سمعنا مات. شايفين قديش الويت جين كتير مهم؟ ان كونجينيتال انوماليز. ايش الكونجينيتال انومالي؟ طبعا الكونجينيتال انومالي عندك حدثي ولا حرج، احيانا بيصير عندي مع الكونجينيتال انومالي بولو هيدرامانس. واتفقنا ايش البولو هيدرامانس؟ انه البولو هيدرامانس انه بيزيد المي اللي حوالين الجوانين، الاميونيتك فلويد more than 2000 او اكثر من لترين، واكثر associated congenital anomaly مع البولي هيدرامانس. البيبي بيكون عنده مشكله في الاتريزيا، بسميه اسوفيجس اتريزيا، مسكر الاسوفيجس، يعني بيقدرش يبلع، عشان كده بزيد الامنيوتيك فلود وبالتالي بزيد وزن الام. include neural tube defect اللي احنا حكينا عنها. شفتوا ايش؟ نطلع على الصوره هاي، هادي بتكلم جايب لك جايدنس، يعني احنا مش كل واحد نقول والله زاد 3 كيلو 10 كيلو، لا، في حاجه مهمه قبل ال 4 كيلو ولا ال 10 كيلو اللي زادتها. ايش هي قبل ال 4 كيلو ولا ال 10 كيلو اللي زادتها؟ نتكلم على حاجه اسمها
body mass index اللي هي كل العالم ترند عالمي اللي هي يعني بيقيسوا عليه الايديال. ايش البادي ماس اندكس؟ البادي ماس اندكس اللي هي يعني معادله اللي هي الويت، يعني قولي انت الويت تبعك 60 على ايش؟ على الهايت بالمتر. ايش يعني الهايت بالمتر؟ يعني انت طولك مش بالسنتي، بالمتر. بتقولي بدل ما 160 سنتي بتقوليش 160 سنتي، بتقولي 1.6 متر دبل، طبعا اللي هي دبل. تاني ايش البادي ماس اندكس؟ البادي ماس اندكس اللي هي الويت على دبل الويت بالمتر. يعني انت وزنك 60 وطولك 160، بتروح تقولي 60 على 1.6 ضرب 1.6، طولك 75، وزنك 75 وطولك اللي هي 180، بتروح تقولي 75 على 1.85 ضرب 1.85 وبطلع لك معادلة، بطلع لك اللي هي من الى وايش النورمال مش نورمال حنلاقيه في السياق. بس احنا بنقول النورمال اللي هي بتطلع عندك اللي هي ارقام يعني بطلع من حوالي اللي هي من 18 لعند 24، هذا 18 لعند 24.9، هذا نورمال، هذا يعتبر نورمال. من 25 ل 29 بوينت هذا تعتبر اللي هي اوبيس، مور ذان 30 بسميه اللي هي موربيد اوبيسيتي، موربيد اوبيسيتي اللي هي السمنة الممرضة، يعني اقل من 18.5 تعتبر اندر ويت. تاني اعيدها بشويش لانكم بتحكوا انا بحكي سلولي. هيني الويت تبع الست لازم يكون عندي قاعدة اسمها body mass index. ايش البادي ماس اندكس؟ كل واحدة فيكم هتعرف حالها، هتجيب على طول هتروح تحسبها وتعرفها. ايش البادي ماس اندكس؟ البادي ماس اندكس يا جماعة الخير على طول بتروحي تشوفي وزنك على ضرب اللي هي معدل الويت بالمتر اللي هي دبل، دبل يعني 1.6 و 1.6، بتطلع عندك ارقام. نشوف الارقام اقل من 18.5 بنسميه اندر ويت، وهذا مشكلة. النورمال يا جماعة الخير من 15.9 ل 24.9، وكلكم شوفوا حالكم وين هلقيت، هتلاقوا حالكم ما شاء الله عليكم بالنورمال. اوفر ويت من 25 ل 29.9، اوبيسيتي او في ناس بسميها موربيد اوبيسيتي، موربيد يعني السمنة الممرضة، اذا كان عندك البادي ماس اندكس مور ذان 30 هذه بتكون يا جماعة الخير يعني ممرضة، وهذه بتعمل مشاكل. اول شيء بنروح عشان اول ما تيجينا الست بدنا نوزنها، وش بدنا نعمل لها؟ بدنا نعمل لها البادي ماس اندكس. تمام وزناها لقيناها اقل من 18.5، مفروض قديش تزيد كل الحمل؟ مفروض تزيد من خلال الحمل هي من 12.5 الى 18 كيلو لان هي اندر. طيب كاتب لك الرينج، رينج فور مين ويكسلي جين سكند اند ثيرد تريمستر، يعني جايب لك مفروض اللي هي قديش تزيد، وجايب لك اياها الرينج من 0.44. يعني انا مش هطلب منكم الارقام قد ما اطلب منك تعرفي التوتال جين، يعني بس هذه حلوه يعني انه انها بالباوند، وانتم عارفين ايش علاقه الكيلوغرام بالباوند. يا صبايا ايش علاقه الكيلوغرام بالباوند؟ العلاقه يا صبايا انه الكيلوغرام بيساوي 2.2 باوند، هيك نعم تمام. ال1 كي جي بيساوي 2.2 تمام. رحتي وزنتيها لقيت النورمال وي بادي، يعني لقيت اللي عندها النورمال بادي ماس اندكس، لقيتيها من 15.5 ل 24.9، المفروض قديش تزيد اثناء الحمل؟ تزيد من 7 كيلو ل 11 كيلو ونص، طبعا فوق موجود اللي هما بالباوند على طول اللي هي 25 ل 35 باوند، والعالم بيتكلم بالباوند، يعني المفروض هذه تزيد من 7 ل 11 كيلو ونص. طب الاندر ويت، طبعا الاندر ويت مفروض تزيد اكتر، طبعا كاتب لك هنا بمعدل قديش تزيد، انا مش هطلبه منكم. طب افرض انه انا وحده عندي يعني اوفر ويت، معلش اعيد تاني المعلومه اللي فوق، اعيد المعلومه فيها غلط، انا قلت الاندر ويت مفروض تزيد من 12.5 ل 18، النورمال ويت مفروض تزيد من 11.5 ل 16 كيلو، انا قلت غلط. الاوفر ويت بس تزيد من 7 ل 11 كيلو. عيد تاني، اندر ويت مفروض تزيد
من 12 ونص ل 18 كيلو. اللي النورمال ويت اللي هي نورمال ويت اللي هي بادي ماس اندكس تبعتها من 18 ل 24. نرجع تاني لازم المفروض تزيد من 11 ل 16 كيلو افريج. افريج الاوفر ويت بس تزيد من 7 ل 11 كي جي. طب الاوبيس كتير، الاوبيس كتير بس مفروض انها تزيد كل الحمل من 5 ل 12 كي جي. شايفين مش كتير. وواحدة هتقول لي ليش؟ لانه الاوبيس هيبدا عندها يصير حاجه اسمها جلايكونيوجينيسيس، جزء اسمها ياخذ من الـ من الكالفات تبعتها ويزيد الويت. هاي اللي مفروض اتفقنا. ايش السلايد هادي؟ هيني بحكي بشوي شو بركز انه انا لازم امشي على حاجه اسمها بادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس هي من اهم الجايدنس اللي احنا بنشتغل عليها عالميا، وكل واحده فيكم لازم تعرف قديش البادي ماس اندكس عشان احنا اتفقنا. اهم حاجه لما تيجي تتوزن حاجه اسمها داتابيز، الداتابيز او البيز لاين قديش وزنها. عين ما اجت عندي تعمل بوكينج ورحتي وزنتيها وبدك تمشي على البادي ماس اندكس وتشوفي قد ايه، بتصير تقولي لها والله اجتك اوفر ويت، المفروض انت يا اختي بس تزيدي من 17 ل، افرض زادت اقل بمشكله، افرض زادت اكثر مشكله. طيب نشوف الباترن اوف ويت جين. ايش يعني باترن؟ باترن للويت جين يعني كيف بيزيد الوزن كل قديش. افرض باترن اوف ويت جين از ان امبورتنت از توتال از انكريز ان ويت، مهم جدا زيه زي الويت. Early and adequate perinatal care allow assessment of weight gain on regular basis throughout pregnancy. هلقيت عالم النيوتريشن كبير وناس اسمها دايتيشن وبدرسوا علم التغذية، والتغذية لها أنواع كتير والحامل لها special care. Early adequate perinatal care. البرينيتال كير طبعا اتفقنا من هي حتى بتيجي على البي سي سي كمان، يعني البري كونسبشن كير كمان والانتينيتال كير هي اللي بتعمل لك assessment of weight gain regular basis through pregnancy. اول ما تيجي بدنا نصير كل شهر نوزنها، زادت 2 كيلو، زادت 3 كيلو، لا انت ما زدتيش فبدك تصيري تعملي لها فولو اب. تمام. The general recommendation is approximately مفروض تزيد في الفيرست تريمستر. من هو الفيرست تريمستر؟ اول 12 اسبوع لما يخلصوا 12 اسبوع مفروض تزيد من نص كيلو في كل ايش during the first trimester، نص كيلو ل 2 كيلو. وهذا اللي بزير طبعا. ليش؟ طبعا طبعا قليل لانه انا لسه ما عندي جنين، لسه عندي امبريو، والست احيانا بكون عندها فوميتنج. لكن هذه الفتره very 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 critical. ليش very critical؟ لانه فتره بتسميها اورجانوجينيسيس. ايش يعني اورجانوجينيسيس؟ الاورجانوجينيسيس اللي هي فتره يا جماعه تكوين الاعضاء، وهذه بدها سبيشال دايت ونشوف كيف حنتعامل معها. اتفقنا اول 12 كومبليتد ويكس قديش لازم المفروض يزيد وزنها؟ من نص كيلو ل 2 كيلو، والبقيات كلهن بدهن يزيدن كالاتي. بعد الكذا كيف بدها تصير الزياده؟ بدها تصير الزياده كالاتي، بدها تصير تزيد كل اسبوع من 0.35 لنص كيلو. 0.35 يعني حوالي 350 جرام لنص كيلو كل اسبوع، يعني من 8 باوند لواحد باوند بير ويكس. انت عديها شوفي قديش ضايل معاكي. اذا اول 2 يعني اول 12 اسبوع بدها تزيد كذا، معناها ال 24 اللي ضايل للباقيين اللي هم عباره 12 و12 او 12 و13 25 اسبوع لازم تزيد في كل اسبوع من 350 جرام ل 500 جرام كل اسبوع. ومش شرط يعني اكثر اشي بزيد غالبا اللي هي زي اخر ترايمستر بزيد بزياده عشان تيجي عمليه وكسونا العظام لحمه بتبدا يصير عندي المسلز. تمام تمام. تم الويت جين بس هذه قاعده اساسيه. عشان كده لما تروحي تيجي كل اسبوع بتصير تقول لك والله انت مفروض تكوني زنتي وكذا. نشوف الصوره هذه لست حامل ونشوف انه هي مثلا يعني مبين لك التوتال ويت جين هاي فوق على الشمال، جايب لك واحده نورمال انه المفروض هي تزيد من 11.4 ل 12 ل 15 19 كيلو او من 25 ل 35 باوند. تمام. كيف اجت الزياده هذه؟ موزعه كالاتي، بس طلعوا عليها هذه للعلم الصوره. لكن تعرفوا انه انا مثلا ماتيرنر ريزيرفر قديش عندها احتياط الست؟ عندها من حوالي 1.8 ل 4.3 كي جي، يعني هي عندها زياده. البريست بزيد
من حوالي 700 جرام لكيلو 400. اليوترس بيزيد من كيلو، اليوترس لحاله مش الجنين، ها خدوا بالكم، اليوترس بيصير وزنه كيلو 100 جرام. لو سألتك سؤال وزنه قديش قبل هو، يلا يا شطرات اخدتوه مع الاستاذة او الدكتورة، قديش مفروض وزنه؟ كله على بعضه 70 جرام. اثناء الحمل بيصير وزنه لحاله فاضي فيش فيه بيبي، قديش بيصير وزنه؟ وزنه 1.1 كي جي، يعني كيلو 100 جرام. ايش اللي خلاه يكبر؟ في حاجه اسمها هايبر بليزيا وهايبر اتروفي، هذه العضلات بتزيد والبلاط بزيد. الجنين بده يكون اللي هي وزنه من 3 كيلو بوينت 2 ل 3 كيلو بوينت 4، من 3 كيلو 200 جرام ل 3 كيلو 400 جرام، يعني بالباوندات تضرب في 2.2. البلاسينتا، البلاسينتا بكون قديش وزنها كمان بزيد؟ بزيد وزن البلاسينتا من نص كيلو ل 700 جرام، اللي هي تقريبا ايش؟ سدس البيبي. الامنيوتيك فلويد ما شاء الله قديش بيطلع وزنهم؟ حوالي 900 جرام، اللي هي اقل من يعني لتر الا شويه. لو رحتي انت كلهم على بعض جمعتيهم توتالي على بعض جمعتيهم، التوتال اللي هي البريست مع اليوترس مع الفيتس مع البلاسينتا مع الامنيوتيك، او الاكسترا فوليوم كمان، الاكسترا فوليوم فلود اللي جاياها، والماتيرنال ريزيرفر، ريزيرفر يعني فات، كلنا على بعضنا هتلاقيها زادت 11 كيلو 400 جرام ل 15 كيلو 900 جرام. عرفنا من وين اجت الزياده؟ طيب نشوف هل لقيتها ايش دور النيوتريشن. نيوتريشنال ريكويرمنت، ايش اللي محتاجاه الست الحامل؟ احنا عرفنا قديش هي محتاجة وعرفنا من وين الزيادة بتيجي، هلقيت بدنا نروح نشوف ايش اللي هي محتاجة. اول حاجة nutritional needs increase during pregnancy to meet the demand for the mother and the fetus. هي ايش صار عندها؟ هلقيت صار عندها اكتر من حاجة، يبقى الى ايش محتاجة؟ محتاجة الها لانه هي الحمل، ومحتاجة للفيتس بده كمان nutrition، وفي بلاسينتا كمان اللي هي سدس البيبي بدها ايش كمان النيوتريشن. The amount of increase for each nutrition varies، الاماونت بتختلف والكواليتي بتختلف، مش مجرد الاماونت، الكواليتي كمان بتختلف. In most cases في معظم الحالات بتلاقي ايش عايزين. احيانا احنا بدنا اول الحمل محتاجين اشي غير اخر الحمل. Increase are not large and are relatively easy to obtain through the diet. شايفين العبارة هذه؟ بدعيد عليها تاني. It is important or the most cases. Increase are not large، يعني بدناش اشي كتير، but ايش بدنا؟ But are relatively easy to obtain through diet، يعني انا ما بديش حاجة كتير جدا، لكن اختار الحاجة اللي selectively اللي محتاجاها في الدايت. يعني في اول اشي بالذات انا مش محتاجة كميات كتيرة، لكن انا اسهل حاجة بديش كتير كمية، بس قديش ممكن انا اسهل الي اخدها من الاكل، يعني بدور على الكواليتي. شفتوا؟ يعني انا بدور على الكواليتي للضيط، مش قديش انا باكل، والله باكل مثلا كمية كبيرة من البيض كمية كبيرة، لا بدي ايزي من وين اجيبها السهل الي. هذه الصورة بتبين لك ان جنرال، وانا كبرتها عندكم، قديش الست الحامل محتاجة ديلي انرجي وكربوهيدرات وبروتين، وبعدين انا حفظت لكم اياها بالترتيب فور ايج 15 ل 50 سنة. لمين ريكومندد؟ لمين؟ فور اللي هي وومن ايج، هذا العادي واللي الست اللي هي محتاج اثناء اللي هي الحمل واثناء اللاكتيشن، وحفسرها بشويش بعدين. النون بريجننت ادلت قديش محتاجه انرجي؟ بدها يعني very greatly according to the body size and اللي هي physical activity، قديش بتشتغل قديش بتروح. جايب لي مثال واحدة عمرها 30 سنة واكتف وطولها 165 سنتي وويت تبعها حوالي 50 كيلو، the body mass index تبعتها 18، بدها حوالي 2267 كالوري. جايب لي قديش يعني هذا قديش بدها كالوري. some women get يعني اكتر شوية، بدنا اكتر شوية، يعني افهم هنا
انه برضو رجعنا نقول قديش بدنا للبادي ماس اندكس. نرجع يعني واحد البادي ماس اندكس تبعتها نورمال من هي ال 18 ل 25 وعمرها 30 قديش بدها؟ بدها في اليوم 2276 كالوري. افرض صارت حامل قديش بدها قديش بدها كالوريز؟ في الفيرست تريمستر بدناش كتير، في السكند تريمستر بدنا نضيف كمان 340 كالوري اباف نان بريجنت. يعني ايش بدها نسرقت حملة ومفروض هي تاخد 2276 بدنا نضيف الهن 340 اذا حملت. شايفين قديش؟ طيب افرض انها بدها ترضع بدها كمان 170 كالوري داون فروم ماتيرنال ستور، كمان بدها 170 فوقيهم. طيب شايفي قديش الكالوريز مهمة؟ هذا في السكند. طب افرض صارت الثيرد تريمستر، ايش الثيرد تريمستر؟ الثيرد تريمستر انه هي كمان مفروض وقتش الثيرد تريمستر؟ التريمستر الاخير اللي بيبدا فيه ايش؟ وكسونا العظام لحمه، بيبدا المسلز والمسل بدها انرجي كتير. ايش بدها؟ بدها 452 اباف نان بريجننت، يعني بدنا نضيف فوق ال 2267 كمان نضيف 452. طبعا واحدة انها ولدت بدل الرضاعة بدنا السكند في الست شهور بدنا نضيف 400 كالوري اباف نبن بريجننت نيد، يعني بدنا نضيف 400 يعني في الحمل بدي شيء كتير. طب قديش بدها كربوهيدرات؟ واحدة اللي فوق نفسها عمرها 30 سنة والبادي ماس اندكس قديش بدها؟ 130 جرام. تصوري قديش بدها اللي هي ديلي. ها واحدة هتقولي ديلي، بس لا بس ديلي، طلعي على ديلي بدها 130 جرام. 130 احسبيهم هتلاقي حالك يا دوب اكلتي خبز صغيره هتقولي انا بديش. البريجنت بدها 175، يعني في زيادة حوالي كمية كبيرة فيها حوالي اكتر من 40. لكن اللي بترضع بدها 210 جرام. شايفين الرضاعة قديش بتستهلك؟ في ناس بتقولك انا من حد ما برضع بس هي رضعة، صح كلامها. البروتين في اليوم بدنا 46 جرام، طلع فوق ريكومندد فور ديلي، ديلي 46 جرام يعني قطعة بروتين صغيرة. البريجنت بدها 71 واللاكتيشن بدها 71. بس انا اليوم بدي احكي لهيك ويعطيكم العافية يا